شكرا للزميل أسامة الأميري. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي نساتي سادتي مشاهدينا متابعينا في كل مكان على هذه الأهازيج بالداخل مشاهدينا متابعينا في كل مكان، وهنيئكم بعيد الفطر المبارك. أسأل الله أن يعيده علينا وعلى الأمتين الإسلامية والعربية بكل الخير وباليمن والبركات. كل عام وأنتم بألف خير مشاهدينا متابعينا في كل مكان. المكان ملعب الاتحاد الحدث، البطل البريمير ليج يستضيف ساوثهامبتون في مباراة من مباريات الجولة الأولى. صفرة هوارد جوهارد بزابالتا بكومباني بنسكوت بكليشي، السيتي بالسيلفا بالوافد الجديد جاك رودويل، بتوريه بنصري بأجويرو. انظروا إلى الروح الكبيرة، انظروا إلى جاك رودويل الذي يريد أن يضع لنفسه مكانا أساسيا في تشكيلته. النجوم والأسماء قطع الكوية، الكرة تصطدم تعود مرة أخرى إلى توريه، عادت مرة أخرى إلى سيرجيو طلق. هنا السيتي فالكون، هنا المحاولة لك الكرة أيضا تتخلص بشكل رائع جدا من الظهير الأيمن اللي يبعد هذه الكرة اللاعب كلاين، لكن سقوط اللاعب سيرجيو أجويرو. الدوري الإنجليزي هذا بلوتيلي هذا الموسم ما عندك مجال. هنا المحاولة، هنا التقدم، هنا البحث عن الكرة العرضية، المحاولة قائمة، التدخل في اللقطة الماضية، تصويبة قوية، مورغان حاول بتصويبة ولكن الكرة إلى خارج الملعب، الكرة إلى خارج الملعب. أجويرو لا يستطيع إكمال المباراة، يودع بطريقة لائقة من قبل الجماهير، يشعر المسؤولية والخطورة. الله يا سيلفا، سقوط، ماذا يقول الحكم؟ هوارد ويب ركلة جزاء. ربع ساعة كانت كافية لأن يبدأ السيتي مسلسلات هذا الموسم عن طريق سيلفا. الكرة باتجاه المرمى الآن، سيلفا، الله على كليفن، الله على حارس المرمى. الكرة تتفيز عرضية ليسيكو، يا رب ضاعت الكرة. يا توري طويلة وإلى الأمام، كرة بتتهيأ في مكان خطيرة، تفيز توغل تصويبة، الكرة تصل إلى حارس المرمى. العمل قبل التسديد كان جيدا يا كارليتوس، لكن التصويبة لم تكن قوية. شوف اللقطة الماضية، كرة تسقط من لاعبي ساوثهامبتون، العرضية تنفذ، راسية تأتي لسكوت في الوقت المناسب يتصدى. ماذا يقول هوارد ويب؟ وصلت إلى كليشي، عرضية، سيكو يحاول، كرة تصطدم، سهلة تصل إلى حارس المرمى. بهذه الطريقة سيطول الوقت لمدرب في تاريخ السيتي أكثر من 60% بالتأكيد معدل الفوز. هنا الكرة، هنا تيفيز، هنا التصويب، الله السوبر، وهي البداية السوبر. الأباتشي كارلوس تيفيز بعد أن أنهى مع السيتي كل المشاكل يريد أن يبدأ مع السيتي كل المشاكل أمام الخصوم. كرة خطيرة جدا، سيلفا بيلعب الكرة في مكان إلى سيكو، سيلفا، سيلفا يا لعيب، يا رب يا الله، متابعة أبو كرة واحد. بدأ سيلفا تمريرة وصلت إلى نصر، يا ممتع، تيفيز قوية، يا الله، كرة إلى سيلفا، متابعة، إنه ضغط رهيب، حصان، كليشي، محاولة، سمير، نصري يركنها، الكرة تصطدم، الخطورة من كل مكان، ماذا عساك أن تفعل؟ انظروا إلى نصري، انظروا إلى الأباتشي، تيفيز يصوب، سيلفا يضرب، نصري يحاول إكمال المثلث، الكرة بتتحول إلى ضربة ركنية أو إلى ضربة مرمى بعد أن صدر. تيفيز عرضية، هذه خطرة إلى يايا توري،
في اللقطة الماضية. الآن في الصفر حكم المباراة هاورد وبيعلن عن نهاية الشوط المباراة الأول. هذا الشوط الذي بدأه بالتأكيد كارلوس تيفيز بهدف للسيتي في هذا الحديث بتأكيد براين روبسون عن لقطة كارلوس تيفيز ولقطة الهدف ومسألة أيضا وجود التسلل من عدمه بالرغم أيضا من حديثي بأن اللاعبين كانوا على نفس الخط ونفس المستوى حقيقة. اليسرى عن طريق اللاعب سمير قصري يحاول التلاعب سمير بيعدي سمير يتقدم سمير وسط لاعبين مراقب متابع. يا سلام يا نصر يا سلام يا أمير نصري زيكو الكرة اصطدمت في زيكو لم يصطدم هو بها وإلا لتغير اتجاهها بشكل أقوى. سيلفا وقوف سيلفا دوران سيلفا عودة إلى الوراء يا توري إلى الأمام محاولة بالتعدي. يا سلام كرة رائعة يا توري تقدم الظهير كليشي بعد أن بدأت أظهرة السيتي تتقدم هناك الزبالتا وهنا كليشي فتح سمير نصري كرة عرضية عالية البحث عن التصويبة التاتية قوية تصطدم متابعة يا الكرة بتخلص المحاولة تغذية تيفيز. يا سلام الله على المتعة الله على النقلات الله على الفرصة عرضية متابعة نصري سيلفا مستحيل يا ستي الله على الكرة لم تكتمل على النقلات على التمريرات على خطورة من كل ما تشكيلة ساوثهامبتون كرة بتتحول الان محاولة يا سلام على التمرير عرضية مرر الكرة الى الخارج تتكلم عن هذا الفريق اللي يتميز بأكاديمية لا بأس بها بالرغم من نكسات الفريق الأخيرة إلا أن أكاديمية جاك رودويل الله على السمير هذه خطرة يا انظروا إلى الخطوات انظروا إلى السرعة يا رماها محاولة خطرة تصويب الله ضاعت الكرة وتحولت إلى ماذا هل هي ضربة ركنية لمصلحة السيتي لكن الارتداد السريع هنا يا يرسل لك كرة باتجاه تيفيز حاول الآن لفريق ساوثهامبتون كرة خطيرة في مكان تصويبة تعود مرة أخرى البحث عن تمريرة يا سلام نقلة تصويبة الله نجمهم وهدافهم ريكي لامبرت في ملعب الاتحاد إنهم قادرون على الحصول ولو على شيء ولو على هدف عادوا عن طريق من تعودوا بأن يسجلوا من خلاله عادوا عن طريق نجمهم هدافهم طوال القامة الكرة العرضية فيها ارتقاء ضغط مستمر من السيتي لكن كرة خاطئة قد تكلفهم كانت من جاك رودويل انظروا إلى الارتداد السريع أربعة أصبحوا على ثلاثة انظروا إلى ساوثهامبتون هنا الكرة العرضية خطرة استلام توغل ما زالت تصويبة الله من بديل آخر ساوثهامبتون في عالم آخر في جنون آخر كل بديل بهدف ماذا يفعل المدرب وماذا يفعل البدلاء غيروها غلبوها تقدموا على السيتي انه ضيف ثقيل جدا غلبوها يلعب لك كرة الى زبلتا عرضية الكرة بطول المدرب وقتك يا ماريو هكذا يقول مانشيني هكذا يتمنى روبرتو كرة عرضية عالية راسية كومباني قوية متابعة يا نيكو الله حامل اللقب وبطل السوبر يرفض أن يخسر في بداية البريمير ليج أيضا نيكو هو من يعادل وهو من عدل لهم أمام الكيوبيار تعود الموسم الله على نيكو السيتي يعدل النتيجة كرة تصل الجنون يستمر ساوثهامبتون هدف ثالث الكرة تضيع مستحيل يا رباه يا ينفجر يا
كوريا بخطوات، كوريا يصنع فرصة الثالث، نصر في مكان مستحيل يا بنوتلي. اللاعب يا توري من كرة ثابتة، يا توري يتقدم بيلعب للكرة، الله متابعة، الكرة تتخلص، يا توري يطلقها قوية جدا، لكن حارس المرمى يتصدى لهذه الكرة. إلى نصر، تراجع لاعبي سوتامتون، يا توري استلام، كرة عرضية راسية، الله يا سلام يا سلام، الله على العرضية وعلى الراسية، لكن تتحول سمير نصري، نصري يتقدم، نصري بيلعب للكرة في الجهة اليسرى، كليشي عرضية عالية، الكرة تتهيأ نصري، شخصية الكبير عرضية، هل ما زالت تخبئ الشيء، تصويبة قوية، تغير الاتجاه، يا الله المباراة تعبتني قبل أن تنتهي، قبل أن تنتهي، هذا نصر اللي ما له بديل، الكرة تتحول من جديد في مكان في الجهة اليمنى، عرضية عالية، راسية تنتهي متابعة، يا الله الكرة كانت من جانب المدافع فونتي إلى المدرجات، تتحول الكرة إلى خارج الملعب، شوف الكرة العرضية وشوف الفرصة التي ضاعت أيضا من اللاعب، يعودون من بعيد يقلبونها في الأوقات الأخيرة، صافرة هوارد ويب تعلن عن نهاية هذا اللقاء، تعلن عن نقاط ثلاث أولى، تعلن عن فوز أول للمدرب روبرت مانشيني في هذا الموسم وللمان سيتي، تعلن عن عيدية جميلة يقدمها هذا الجميل سمير نصري لكل أنصارهم ولكل